كان القطار السريع يقترب من محطة كينغر كروس في لندن، تحيط به على الجانبين أبنية سكنية عالية ليست محببة أبدا إلى قلوب مخططي المدينة وضواحيها. كانت ناطحات السحاب الشاهقة الارتفاع أكثر توافقا مع متطلبات العصر الحديث، وبالتالي أكثر إزعاجا لمشاعر الذين خططوا في الماضي لكي لا يرتفع أي مبنى في عاصمة الضباب أو ضواحيها عن طابقين أو ثلاثة. رفع جيك هاوالت نظره إلى الأوراق المبعثرة أمامه ولاحظ باستغراب أنه لم يشعر بانقضاء ساعتين ونصف. كم أصبح التنقل سهلا هذه الأيام؟ كان بإمكانه طبعا أن يستقل الطائرة من يورك إلى لندن، ولكنه يفضل القطار السريع لأنه يستمتع كثيرا بالرحلة. والسبب الأهم لذلك أن رحلة القطار تذكره بأيام شبابه وانطباعاته الأولى عن المدن الكبيرة، وبأنه كان شابا طري العود لم يختبر الحياة ويجربها. نقر أحد مضيفي القطار بإصبعه على باب مقصورته الخاصة وحياه بتهذيب، وعندما أشار إليه جيك بالدخول فتح المضيف الباب وقال بأدب: ربع ساعة فقط يا سيد هاوارد ونصل إلى كينغر كروس. هل هناك أي شيء آخر تحتاجه يا سيدي؟ هل أحضر لك شرابا آخر مثلا؟ هز جيك برأسه وتناول من جيبه ورقة الخمس جنيهات وقال للمضيف وهو يعطيه إياها: لا شيء شكرا، ولكن يمكنك تأمين إرسال حقائبي إلى السيارة لدى وصولنا. طبعا يا سيدي، أرجو أن تكون استمتعت بهذه الرحلة. استوى إلى مقعده وقال بعظمة مفتعلة: إلى حد ما، شكرا. ابتسم المضيف بتهذيب وانحنى رأسه مودعا ثم غادر المقصورة. أما جيك فقد بدأ بجمع أوراقه المبعثرة على الطاولة أمامه ووضعها في حقيبته. وكان خلال هذه الرحلة من يورك إلى لندن يقيم ويدرس صفقة هافيلاند التي عقدها في الآونة الأخيرة. وشعر جيك من خلال تقييمه بأنه واثق من عدم وجود عثرات أو عوائق مفاجئة، فشركة هافيلاند للكيماويات ستصبح قريبا جزءا من مؤسسة هاوارد العملاقة. أنهى جمع أوراقه وتوضيبها في الحقيبة وأشعل سيجارا فخما وأخذ يقارن بين الفرق الشاسع بين الطقس الحار في الساحل الغربي للولايات المتحدة والطقس البارد في إنجلترا، وابتسم جيك قائلا في نفسه: إنه حقا برنامج غريب وفريد للعودة من كاليفورنيا إلى لندن عبر غلاسكو في اسكتلندا ومحطة السكة الحديدية في يورك، ولكن هذا هو خط سيره المعتاد، فهو دائما يمضي الليلة الأولى لعودته إلى إنجلترا مع أمه التي تقيم بمقاطعة يوركشاير، ولذلك كان يستقل الطائرة من لوس أنجلوس في كاليفورنيا إلى مطار بريستويك في غلاسكو، ومن هناك يتجه جنوبا. وتحولت أفكاره إلى لندن إلى اللحظات المزعجة التي يمضيها بين الانتقال في القطار إلى سيارته الفخمة التي يقودها سائقه الخاص، وكذلك إلى وصوله في نهاية الأمر إلى منزله الرائع في ميدان كريسلاند الراقي وإلى هيلين زوجته. برقت عيناه عندما فكر بهيلين. من المؤكد أنها استلمت الورود الحمراء التي أرسلها إليها من غلاسكو، ومن دون شك ستكون مستعدة لاستقباله وللترحيب به. وتذكر بسرور تلك الأمسيات الرائعة التي كان يمضيها مع زوجته بعد كل رحلة إلى الخارج، وكيف يمتعها ويبهجها طوال السهرة بأخبار تلك الرحلة وتفاصيلها. ووعد نفسه بليلة مماثلة تصغي فيها هيلين إلى أنباء رحلته الأخيرة. هيلين دائما تصغي. وشعر جيك مرة أخرى بالاستغراب والحيرة ذاتهما اللذين شعر بهما قبل 3 سنوات عندما قبلت عرضه للزواج منه، ولكنه بعد ذلك بفترة قصيرة بدأ يحتقرها ويزدريها. هو رجل كافح وجاهد طوال حياته لتحقيق النجاح. والده كان حائكا صاحب دخل متواضع، فاضطر للعمل بكد وتعب حتى يصل إلى أي مركز أو منصب، وكان يمضي جميع أيامه ولياليه أيضا في العمل ومتابعة الدراسة. كان مستعدا للذهاب إلى أي أبعاد محتملة للوصول إلى هدفه ومبتغاه،
النجاح. كان جذابا بشخصيته، ساحرا بأسلوبه الفذ وكلامه المنمق، وهو مستعد في أي وقت لاستخدام هذه الصفات ليصل إلى مبتغاه ويحصل على ما يريد. لم يتردد أبدا في إطراء شخص لم يكن يحبه أو التملق إلى آخر يمقته ويعتبره جديرا بالإزدراء. وضمن له ذكاؤه الفطري ووعيه المكتسب تجاوز المشاكل والصعاب، ولم يكن جيك كوالده مهتما بالحياكة أو بذلك المعمل الصغير وآلاته القديمة، بل كان منذ حداثة سنه مهتما بالكيماويات تبهره دراسة المواد وكيفية تركيبها. وكانت شهادة الكيمياء التي نالها من جامعة ليدز أول خطوة رئيسية في انطلاقته العلمية هو العملية. وساعده الحظ فوجد وظيفة كمساعد مختبر في معمل صغير للكيماويات. اعتقد الأصدقاء والأقارب آنذاك أنه يرتكب حماقة كبيرة في دفن مواهبه داخل مختبر محلي صغير، في حين أنه كان قادرا على إيجاد وظيفة أفضل في شركة أكبر. هو أنجح، ولكن جيك كان بعيد النظر وطموحا للغاية، فبالعمل المتواصل والمثمر جعله إحدى الركائز الأساسية للشركة وشخصا لا يمكن الاستغناء عنه مطلقا. وبتهذيبه الفائق وجاذبيته الساحرة مع زوجة صاحب المؤسسة، تمكن جيك بعد فترة قصيرة نسبيا من الوصول إلى إدارة الشركة ومن ثم إلى ملكيتها. نفض جيك رماد سيجاره في المنفضة المثبتة قربه وعاد مرة أخرى بذكرياته إلى تلك الأيام السابقة، وشعر بشيء من الخجل بسبب الكيفية التي سيطر بها على تلك الشركة، ولأنه لم يتردد آنذاك للدوس على تلك المؤسسة الصغيرة ليحصل على مقعد في مجلس إدارة أكبر. وتذكر أيضا أنه بعد تلك الخطوة الرئيسية في حياته العملية آنذاك أصبحت الخطوات اللاحقة أنجح وأسهل، مع أنها فقدت إلى حد ما طعم الاكتفاء بالذات ولذة الوصول إلى الهدف بالعرق والدم. منذ البداية تعود جيك هاوارد على استخدام عقله ودماغه بكل طاقتهما وقدرتهما، ومع أنه يملك في الوقت الحاضر مؤسسة كبرى وأكثر من 1,000,000 جنيه استرليني من الأسهم والسندات المالية، فهو لم يقرر بعد انتداب أحد كبار موظفيه لاستلام أي من مهامه أو مسؤولياته اليومية. عندما كان يبحث منذ 3 أعوام على زوجة تلائمه وتليق به، التقى بهيلين. كان محاطا بالنساء طوال فترة صعوده إلى القمة، موظفات وعارضات أزياء وحتى زوجات بعض زملائه الموظفين، كنا جميعا يظهرنا له استعدادا واضحا للزواج منه. الكمية كانت متوفرة بكثرة، ولكن النوعية التي يبحث عنها كانت نادرة. جيك لن يقبل إلا بالأفضل كما في أي مجال آخر. ثم التقى هيلين فورسايث. كان يعرف والدها جيرارد فورسايث منذ سنوات، هو يعتبره أحد الأوجه اللطيفة والمحببة في المجتمع اللندني الراقي طبعا، مع أنه كان يجده إنسانا بسيطا وشبه متخاذل. والده أدوين كان يحمل لقب السيد وقد أورثه مع الأسف لشقيق جيرارد الأكبر، ومع كل هذا فإن لجيرارد كل ما كان سيختاره جيك لنفسه لو سمحت له الظروف بذلك. فهناك العراقة والجاه والأصالة والانتساب دون عناء إلى المجتمع المخملي. ولم يعر جيك أي اهتمام لموضع تبديد جيرارد الأموال التي خلفها له والده، مع أنه تخيل أكثر من مرة الإمكانيات والمجالات الواسعة التي يمكنه هو استخدام تلك الأموال فيها، فيما لو كانت له عوضا عن تبديدها وتبذيرها. ولكن إفلاس جيرارد لم يغير أي شيء في وضعه الاجتماعي. وعندما مات جيرارد بحادث سيارة بعد ليلة سيئة جدا من المراهنة والمقامرة، وجدت هيلين نفسها وحيدة شبه مفلسة وهي لم تتجاوز 23 من عمرها. ولاحظت جيك أنه كان بإمكانها طبعا إيجاد عمل تعيش من دخله، ولكنها حتى وفاة أبيها والفضيحة التي أثارتها تلك الحادثة ومسبباتها من ميسر وتبذير واستهتار
كانت هيلين على وشك الزواج من كيث مارنينغ ابن المحامي المشهور جيفري مارنينغ، لا تهتم بشيء إلا بنفسها ومتعتها. كانت هناك أسابيع تزلج في منتجع سان موريتس السويسري، وأسابيع سباحة في جزر البهاما بالمحيط الأطلسي، وأسبوع صيد هنا وأسبوع تسوق هناك. أما احتمال تحولها اضطرارا أو طوعا إلى نمط حياة مختلف فكان أمرا لم يرد في تفكيرها على الإطلاق. ولما توفي والدها وبدأ كيث يتهرب منها بشكل مطول وملحوظ، شعرت بالضيق المادي والنفسي إلى أبعد حدود، إذ لم يعد لديها سوى دخل بسيط ورثته عن جدتها لأمها. كانت هيلين جامعية مثقفة تتقن عدة لغات أجنبية وتتحدث بها بطلاقة، إلا أنها لم تعمل شيئا بحياتها باستثناء تنظيم حفلات عشاء أو السهر على راحة الضيوف. التقى بها جيك صدفة في أحد المسارح، كان وبعض أصدقائه يشربون كأسا أثناء الاستراحة عندما دخلت برفقة زوجين شابين مدعوة من الزوجة التي كانت لفترة طويلة زميلة الدراسة. وبما أن الزوج لم يكن إلا جايلز سانتيجون وهو صديق حميم لجيك ويتعامل معه تجاريا، فقد كان من الطبيعي أن يعرفهما على بعضهما البعض. كانت جيك في تلك الليلة بصحبة فتاة برتغالية فاتنة، ولاحظ بإعجاب مدى برودة أعصاب هيلين عندما حاولت فتاته التمسك به وإفهامها أنه لها ولها لوحدها، وأخذ يتخيل أن هذه الفتاة الإنجليزية الشقراء ذات الجمال الهادئ والجسد الطويل النحيل والعينين الزرقاوين الحالمتين يمكن أن تتصرف كزوجة لائقة. لم يكن وضع هيلين غريبا عنه، فالجميع في مجتمعه ومحيطه يعرفون قصتها وأوضاعها. وعندما تطلع إليها أكثر من مرة تلك الليلة تصور أنه شاهد في عينيها نظرات تشبه التحدي، ولم يكن جيك معتادا على مثل تلك النظرات، فالنساء عادة كنا يجدنه رجلا ذو جاذبية ساحرة، ولكن هيلين كانت تنظر إليه كنوع من الحيوانات النادرة والبشعة التي أحضرت لها لتكشف عليها وتعطي فيها رأيها. اتصل فيها في اليوم الثاني معربا عن رغبته في مشاهدتها مرة أخرى. رفضت تلك الدعوات ودعوات مماثلة وجهها خلال الأسابيع التي تلت اللقاء الأول. وفي أحد الأيام اللاحقة عاود الاتصال، فشعر بنبرة صوتها أن مشكلة ما قد حدثت، وقبلت دعوته لتناول العشاء. وعلم منها أثناء الحديث أن المنزل الذي تقيم فيه سوف يعرض للبيع، وشكلت تلك المسألة محطة عذاب جديدة في طريقها، فدخلها القليل لا يسمح لها بشراء أو استئجار شقة لائقة، فماذا تفعل وإلى أين تذهب؟ عائلة فورسايث نبذت والدها جيرارد بسبب تصرفاته الرعناء وأساليبه المتهورة واللامسؤولة، وبالتالي فإنها ترفض حتى مجرد الاتصال بالعائلة طلبا للمساعدة. أصغى إليها جيك بانتباه وهي تحدثه عن مشاكلها، وقد قدم لها بعض النصائح وأعرب لها عن مدى تأثره وتعاطفه واكتفى بذلك. أخذ يتصل بها مرة كل يوم طوال الأيام 14 التي تلت لقاء العشاء، وكان يدعوها أحيانا للخروج معه فيما يكتفي أحيانا أخرى بمجرد السؤال عن صحتها وشعورها. ثم بدأ جيك يلاحظ تغيرا واضحا في تصرفاتها، وهي أنها بدأت تعتمد على تلك الاتصالات الهاتفية اليومية وتتوقعها، فتوقف عن الاتصال بها لمدة أسبوع. كانت المسألة بالنسبة إليه كصفقة تجارية تتطلب استراتيجية معينة ومواقف تتراوح بين المد والجزر، ولم يكترث في أنه هذه المرة يتعامل مع إنسان وليس مع شركة أو مؤسسة. عندما اتصل بها بعد انتهاء فترة المقاطعة كانت تعيسة وبائسة، وكرجل الأعمال الذي يستغل مواقف الضعف عند الآخرين ليوجه ضربته عرض عليها جيك الزواج فقبلت. لم يكن يحبها، بل لم تكن تجذبه على الإطلاق، كانت باردة وجامدة جدا لا تروق له ولطبيعته التي تعشق الدفء والحركة، ولكنها كانت
مثالية بالنسبة للمواصفات التي حددها لزوجة المستقبل. أذهلتها طريقة عرضه وأثار استغرابها الأسلوب، فمع أن فكرة الزواج منه لم ترد في بالها إلا أنها على ما يبدو لم تجد فيها سببا للاعتراض التام هو الاحتجاج المشدد. أما الأسلوب والطريقة فكانا مثارا للدهشة، فقد أوضح لها بكل هدوء وبرودة أعصاب بأنه لا يريد زوجة إلا بالاسم، يريدها جزءا من ممتلكاته. يزين بها طاولة الطعام الفخمة وتهتم بالضيوف عند الحاجة، وتكون دليلا ممتعا على حسن ذوقه في اختيار النساء. كان لعرضه والأسلوب الذي قدمه فيه تأثير واحد مؤكد، فقد جمد موقفها منه بعد أن كان الثلج قد بدأ بالذوبان، وعادت مرة أخرى تلك الفتاة الباردة والغير مهتمة التي تعرف عليها في مقهى مسرح شافيت سيري، ولكنها قبلت كما كان يتوقع، ولذلك بدأ يحتقرها ويزدريها. كانت نظرته إليها ستختلف كثيرا لو أنها رفضته، لو أنها أظهرت شيئا من عزة النفس وبدأت تعمل على تنظيم حياتها وشؤونها. ولكن بمجرد أن قبلت وبدون اعتراض، رأى فيها تلك المخلوقة التعيسة الضعيفة التي كانت على استعداد للقبول برجل من الواضح أنها لا تحبه، عوضا عن إيجاد عمل تعيش منه بكرامة وعزة نفس. سحقت والدته عندما أبلغها بعزمه على الزواج من هيلين. والده توفي أثناء تسلق سلم الشهرة والنجاح، وأمه رفضت طلباته المتكررة للانتقال إلى لندن والعيش معه، لأنها فضلت البقاء في المنزل الذي عاشت فيه سنوات عديدة من الحب والسعادة مع زوجها. وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة والعديدة في نظرتيهما للحياة والمبادئ والمثل وفي وضعيهما المادي والاجتماعي، فإن جيك ظل يعتبر أمه أفضل وأروع سيدة تعرف إليها في حياته. التقت هيلين بوالدة جيك أثناء حفلة الزفاف التي كانت رائعة ومترفة والتي حضرها جميع أصدقائها السابقين، ولاحظت جيك أنه كان يبدو عليها بوضوح أنها تزوجته لتعود إلى ذلك المجتمع الذي تعتبر فيه الممتلكات والأموال أهم وأفضل بكثير من قوة الشخصية والذكاء والتضحية. وكانت والدة جيك كما توقع كطائر خارج سربه، وكانت هيلين أيضا بالنسبة إلى السيدة هاوارد امرأة غير جديرة بابنها. وبما أن الوالدة لم تكن متملقة أو معسولة اللسان، فقد أوضحت لابنها بصراحة جارحة ومؤلمة أنه كان بإمكانه اختيار زوجة أفضل بكثير من هيلين. وثارت مثلها وقيمها العليا احتجاجا على ما يخطط له ابنها، لأنها أحست بأنه لا يشعر بأي محبة أو اهتمام جدي بهذه الإنسانة الباردة التي لا تعرف من الحياة سوى القشور التافهة. ومع ذلك فقد نجح الاتفاق كما وضع أسسه جيك، وها هما بعد 3 سنوات يعيشان وفقا لما اتفقا عليه. هو سعيد بملكيته الجميلة الجديدة، وهي سعيدة بحياة الترف والغنى واللامسؤولية التي تعودت عليها ولا تعرف غيرها. أعماله كانت تضطره للسفر كثيرا للخارج، وبالتالي فإنهما لا يمضيان سوية سوى فترات قصيرة متقطعة لا تزيد في مجملها عن 3 أشهر. ولكن هيلين كانت دائما مستعدة وجاهزة عندما يحتاجها لأي مناسبة اجتماعية كحضور حفلة أو مسرحية أو لاستضافة المتزوجين من الأصدقاء ورجال الأعمال وشخصيات المجتمع. ومع أن علاقتهما لم تكن تتعدى حدود اللياقة والتهذيب المتبادلين بين الغرباء، فإنهما يتصرفان مع بعضهما برقي وإنسانية، وهو تصرف مفقود بين معظم معارفهما. اكتشف جيك أن لهيلين ذوقا رفيعا جدا في التأثيث والديكور، فأطلق يدها للقيام بما تراه مناسبا، وكانت عند حسن ظنه، فقد جعلت من ذلك المنزل الجميل متحفا رائعا ومحط أنظار الذواقة من شخصيات المجتمع. ولاحظت جيك بارتياح أن أصدقائه يعتبرونه رجلا محظوظا جدا لأن لديه زوجة تتمتع بهذا القدر من الذوق والحس الجمالي المرهف.
تنبهت جيك إلى أن القطار بدأ يدخل محطة كينغز كروس، فهب واقفا وارتدى سترته البنية الجميلة وتهيأ للخروج. كان رجلا ضخم الجثة، طويلا وعريض المنكبين، ولكنه يتحرك بخفة الفهود. ومع أنه لم يكن وسيما، إلا أن الفتيات كن يجدنه جذابا إلى أبعد الحدود. وكان ذكيا ويعرف أن ثروته الكبيرة تشكل أحد العوامل الرئيسية في تلك الجاذبية ونجاحها. توقف القطار، فحملت جيك حقيبته وغادر المقصورة باتجاه الباب الأمامي. كان سائقه الخاص لايتيمر ينتظره على رصيف المحطة، وبمجرد نزوله من القطار حياه لايتيمر باحترام وتهذيب فائقين قائلا: أسعدت مساء يا سيدي، هل كانت رحلة جيدة؟ لا بأس شكرا، كيف حالك أنت يا لايتيمر، وكيف هي زوجتك؟ وكان الترحيب المعتاد والكلمات القليلة التي تتكرر هي نفسها تقريبا مع كل رحلة وكل عودة. دخلت جيك السيارة الكبيرة الفخمة وجلس خلف مقود القيادة ينفث دخان سيجاره الفاخر وينتظر بعصبية انتهاء سائقه من توضيب الحقائب في صندوق السيارة. إنه الآن في لندن ويتحرك للوصول إلى بيته بعد أن غاب عنه لأكثر من 3 أشهر. صعد لايتيمر إلى جانب رب عمله الذي انطلق بالسيارة بمجرد سماعه صوت إغلاق الباب. كانت جيك يحب قيادة سيارته بنفسه في أوقات فراغه، وفجأة تطلع بسائقه وسأله: كيف حال السيدة هاوارد يا لايتيمر؟ كيف حال السيدة هاوارد يا لايتيمر؟ هل استلمت الزهور التي أرسلتها لها من غلاسكو؟ نعم يا سيدي، وصلت الزهور، وأعتقد أن السيدة بخير والحمد لله، ولكنها أصيبت كغيرها عندما برد الطقس بزكام خفيف وسعال متقطع. هزت جيك برأسه ثم قال: وعائلتك يا لايتيمر، هل الجميع بخير؟ كيف حال ابنك هذه الأيام؟ أعني الابن الموجود في الجامعة، هل تعتقد أنه سيتخصص في الفيزياء والكيمياء؟ ابتسم لايتيمر وأجاب بحماس وفخر: إنه يرغب في ذلك يا سيدي، وأعتقد أن نتائجه حتى الآن مرضية، إنه في السنة الثالثة كما تعلم، وأنا متأكد من أنه يقدر لك اهتمامك يا سيدي. وصلت جيك إلى منزله الواقع في ميدان كيرسالاند الذي يضم أبنية فخمة يملكها رجال أعمال وحرفيين ومهنيين. وكان لايتيمر يعيش مع زوجته التي تعمل كمدبرة منزل في بيت جيك، وبقية أفراد عائلته في شقة حديثة ملحقة بالفيلا، ولكنها خاصة بهم وتثير إعجاب وربما غيرة الأصدقاء والأقرباء. أوقفت جيك سيارته أمام الباب، فما كان من سائقه إلا أن نزل قبله وفتح له الباب قائلا: هل ستحتاجني خلال هذه الليلة يا سيدي؟ رفعت جيك طوق سترته ليرد عن عنقه هواء الليل البارد وقال: لا أعتقد شكرا، بإمكانك الآن أن تضع السيارة في مكانها. حاضر يا سيدي. صعدت جيك الدرجات 6 وفتح الباب بمفتاحه الذي لا يفارقه، وتوجه نحو القاعة عبر مدخل جميل رائع. وهناك لاحظ أن الأبواب التي تؤدي إلى غرفتي الطعام والاستقبال والغرفة التي يستخدمها كمكتب خاص كانت جميعها مغلقة على غير عادتها. أين هي هيلين؟ كانت دائما تحضر لملاقاته واستقباله عندما يعود. ألم تسمع صوت السيارة أو فتح الباب أو إغلاقه؟ رمى سترته دون اكتراث على أحد المقاعد وهم بالخروج. وفي تلك الآونة فتح الباب المؤدي إلى المطبخ والطابق السفلي حيث يسكن السائق وعائلته، ودخلت منه مدبرة المنزل السيدة لايتيمر، حيته بتهذيب قائلة وهي تأخذ سترته لتعلقها في غرفته: مساء الخير يا سيدي وأهلا بك، هل كانت رحلتك موفقة؟ شكرا والحمد لله، كيف حالك أنت يا سيدة لايتيمر؟ أنهى جملته وتطلع حوله بتساؤل واستغراب. أجابته السيدة لايتيمر بهدوء ولكن وجهها كان منزعجا بعض الشيء: إنها امرأة مخلصة ولطيفة، بدأت تعمل في خدمته منذ 10 سنوات
عندما أصبح ابنها الأصغر قادرا على الاعتناء بنفسه. زوجها يعمل مع جيك منذ 13 عاما، وقد أصبحا بعد تلك السنوات القليلة يعرفان مخدومهما حق المعرفة، ولذا شعرت في تلك اللحظة أنه سيسأل عن زوجته. أين السيدة هاوارد؟ ازداد انزعاجها فاحمر خداها وقالت: إنها خارج المنزل يا سيدي. ألا يعرف ذلك؟ ضبط أعصابه وحد من غضبه قليلا، ثم سألها بانفعال: أعرف أنها ليست هنا، ولكن أين هي؟ لست متأكدة يا سيدي، لم تقل إلى أين ذهبت، كل ما أعرفه أنها مع السيد مانرينغ. صعقت جيك لسماع هذا الاسم، كان يتوقع سماع أي اسم آخر، ولكن مانرينغ، كيث مانرينغ؟ أعتقد ذلك يا سيدي. العشاء جاهز يا سيدي، من المؤكد أنك جائع، هل تريد أن... حلت جيك ربطة عنقه بعصبية ظاهرة وسألها مقاطعا: أخبريني، هل كانت زوجتي تعلم أنني سأصل هذه الليلة؟ طبعا يا سيدي، الزهور التي أرسلتها من غلاسكو وصلت مساء أمس. حسنا. عقدت جيك جبينه وذاق اتساع عينيه غضبا، ثم قال: حسنا يا سيدة لايتيمر، سأستحم الآن وأتناول عشائي بعد. وتطلع إلى ساعته الذهبية الكبيرة، ثم تابع جملته: بعد 20 دقيقة تقريبا. صعدت جيك إلى غرفته بسرعة، وكأنه يهرب من واقع مرير، وكان كلما صعد درجة شعر بمزيد من الغضب والاستياء. تألم بشدة وكأنه طعن بالظهر. لماذا اختارت هيلين هذه الليلة بالذات لتخرج من المنزل؟ بعد كل الرحلات السابقة كانت تنتظر وصوله وتستقبله بابتسامة رقيقة واستعداد لا يضاهى للاستماع إلى تفاصيل صفقاته التجارية، وكانت تبدي تعاطفا أو تقدم نصيحة كلما كان ذلك ضروريا. اللعنة، أليست هذه هي مهمتها المتفق عليها؟ لقد اشتراها. نعم اشتراها لهذا الغرض، لا لكي تمضي وقتا ممتعا مع ذلك اللعين كيث مانرينغ. خلع ثيابه ودخل الحمام، وظلت أفكاره مشوشة ومشاعره غاضبة. كيف تجرؤ على الخروج وملاقاة رجل هاجرها قبل 3 سنوات في حين أنه هو جيك هاوارد الذي انتشلها من مصيبتها وتزوجها وأغدق عليها الأموال بدون حساب؟ فكيف تسمح لنفسها بلقاء ذلك الشاب اللعين في الوقت الذي يكون فيه زوجها خارج البلاد؟ ماذا سيقول الأصدقاء؟ وكيف سيفكرون؟ أنهى حمامه وارتدى ثيابه وهم بالتوجه إلى قاعة الطعام، ولكنه شعر فجأة برغبة قوية للدخول إلى غرفة هيلين. فتح باب الغرفة وأخذ يتأملها بسخرية. أثاث رائع الجمال، ألوان أخاذة، ذوق رفيع وغنى فاحش. أغلق الباب بعنف قبل أن يقدم على عمل متهور، مثلا كرمي كل شيء في الخارج أو إحراق المفروشات والستائر والسجاد. كيف تجرؤ على الخروج من البيت ليلة عودته ومع مانرينغ بالذات؟ ألا تعرف مع من ترتكب مثل هذه الحماقة؟ هل تظن هذه الغبية السخيفة على أنه لن يعترض على أن قيام علاقات بين زوجته ورجال آخرين أمر مرفوض؟ لا، هذا لا يجدي أبدا مع جيك أنتوني هاوارد، فهو عندما يمتلك شيئا يصبح ذلك الشيء كله ملكا له وحده دائما وطوال الوقت، وليس فقط عندما يختار إخراجه من علبته بين الحين والآخر ليمتع ناظريه به. العشاء جاهز يا سيدي. حسنا شكرا يا سيدة لايتيمر. جلست جيك إلى مائدة الطعام، وحاول جاهدا إظهار الاهتمام والرضا بنوعية الطعام وطريقة طهوه، وكادت مشاعره المتأججة أن تغريه باستجواب مدبرة منزله حول نشاطات زوجته أثناء غيابه. كان يتحرك لمعرفة كم مرة التقت هيلين فيها بذلك الوغد،
وما إذا كانت أحضرته إلى البيت؟ آه من تلك الفكرة، كم هي شنيعة ومرعبة. كيث مانرينغ هنا في بيته، ولكنه لم يقل شيئا ولم يسألها عن أي شيء، بل حاول التصرف وكأن غياب هيلين ليس مهما. أنهى عشاءه الذي كان سيستمتع به كثيرا لو لم يكن في مثل تلك الحالة من الغضب والانزعاج، ثم شكر السيدة لايتيمر وأذن لها بالذهاب، وهو يتوجه حاملا فنجان القهوة إلى غرفة الجلوس. جلس وحيدا وحيدا أمام التلفاز يشاهد استعراضا غنائيا راقصا، وهو أمر قلما فعله في السابق، ففي الفترات القليلة التي يمضيها في لندن تكون سهراته مفعمة بالحركة والنشاط، فإما أن يحضر حفلة أو مسرحية أو يقيم حفلة في بيته لأصدقائه وزملاء العمل. وفي المرات النادرة التي لا توجد فيها هذه النشاطات المعتادة، يحضر معه إلى البيت بعض أوراقه ودفاتره ويعمل بهدوء وسكينة. إلا أنه لم يتمكن من العمل هذه الليلة، مزاجه لا يسمح له بالتركيز على تلك العقود التي كان ينوي العمل عليها بعد العشاء، وبعد أن يروي لهيلين تفاصيل الرحلة. إنه ينتظر عودتها على أحر من الجمر ليواجهها ويصب جام غضبه عليها، ليفهمها بلهجة صريحة وواضحة أن عليها كزوجة واجبات معينة لا يمكن التساهل بشأنها مهما كانت علاقتهما سيئة وغير مرضية. لقد قبلت عرضه بالشروط التي حددها، وهو لن يسمح لها أبدا بأي تجاوزات أو تعديلات للاتفاق. وفجأة تحول تفكيره دون إرادة منه إلى تلك الشابة التي التقى بها مرات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولاحظ بسرور بالغ أن لويز كوريلي كانت بالتأكيد عاملا رئيسيا في جعل إقامته أقل وحدة وأكثر متعة، وكان عزاؤه لضميره بأن الوضع مختلف، فهو رجل، أليس كذلك؟ ورجل له شهية الرجال وخارج بلاده، يبعد آلاف الكيلومترات عن بيته وأصدقائه وعن أي شخص يمكن أن يثرثر عن تلك العلاقة. أما هيلين فهي هنا في لندن، حيث كل خطوة من تحركاتها تكون عرضة للتكهن والأقاويل من جانب الأصدقاء والأعداء على حد سواء. مرت ساعات المساء بطيئة ومتثاقلة، في حين كان غضبه يزداد حدة ويكاد يصل إلى درجة الغليان. موسيقاه الكلاسيكية المفضلة لم تساعده كما في السابق على التخفيف من حدة توتره وانقباضه، وفجأة سمع صوت الباب يفتح ثم يغلق. إنها هيلين، وأحس برغبة في الخروج للقاعة ومطالبتها بإيضاح فوري قبل أن يبدأ بالصراخ والتحذير والتهديد، ولكنه قرر البقاء في مكانه لأنها هي ستأتي إليه. وبعد لحظات دخلت هيلين جميلة وفاتنة بشكل خاص. آه، إنها ترتدي ذلك الفستان الأزرق المطرز بالفضة الذي ابتاعه لها من اليابان قبل 6 أشهر، والذي لم تلبسه مرة واحدة قبل الآن. إنه يريد تمزيقه لأنها لم تلبسه إلا لتخرج مع كيث مانرينغ. هي الوقاحة وقلة الحياء. مرحبا جيك، إنك تبدو في حالة جيدة، كيف كانت رحلتك؟ سيطر جيك على أعصابه وأجاب بلهجة باردة، ناجحة إلى حد كبير. أوه، هذا خبر جيد. اضطرت هيلين للتطلع فيه مرة أخرى، فشاهد القلق والانزعاج في عينيها وسمعها تقول متلعثمة، أنا آسفة لأنني لم أكن هنا عندما عدت إلى البيت، كنت مرتبطة بموعد. أعرف ذلك. احمرت وجنتاها وأخذت نفسا عميقا ثم قالت، من المؤكد أن السيدة لايتيمر أعدت لك عشاء ممتازا و... انفجر جيك غاضبا وقاطعها قائلا، لتذهب السيدة لايتيمر وعشاءها الممتاز إلى الجحيم. مدت هيلين ذراعيها إلى الأمام متوسلة الهدوء والتفاهم، جيك أرجوك. أرجوك ماذا؟ اللعنة على هذا الرجاء، أين كنت يا امرأة؟ بلعت هيلين ريقها بصعوبة وتراجعت خطوة إلى الوراء وقالت، لقد أخبرتك السيدة لايتيمر بالتأكيد.
أنا لست مهتما بالسيدة لايتيمر وبما قالته. أنا أريد أن أعرف منك أنت بالذات أين كنت ومع من؟ لم تجد هيلين بدا من الإجابة فقالت بصوت مرتجف: كنت في حفلة مع كيث مانرينك. صرخت جيك بصوت عال شاتما: أيتها الكلبة الحقيرة، لا أدري كيف تكون لك الجرأة الكافية لكي تقفي أمامي هكذا وتقولين لي بمثل هذه البساطة أنك كنت مع رجل آخر ومع ذلك الوغد بالذات مانريك. رفعت هيلين رأسها وأرغمت نفسها بصعوبة على التطلع بعيني جيك وقالت له بقلة اكتراث: ولم لا؟ لم لا؟ ماذا تعنين بهذا السؤال الوقح الأجوف؟ لم لا؟ إنك زوجتي، أليس هذا جوابا كافيا؟ كانت هيلين في تلك اللحظة تداعب خاتم الألماس الذي يقدر ثمنه بآلاف من الجنيهات والذي أهداها إياه جيك يوم إعلان خطوبتهما، وكانت عيناها زائغتين وحائرتين ومشاعرها متضاربة وأفكارها مشوشة. ثم سألته بهدوء: وأنت، هل يكفيك أيضا هذا الجواب بأنك زوجي؟ احتارت جيك فسألها مستغربا: ماذا تعنين بهذا السؤال الأرعن؟ رفعت هيلين مرة أخرى حاجبيها متضايقة وقالت: كنت أظن أنه واضح جدا وليس بحاجة إلى جواب أو تفسير. هل تعتقد أن ما من أحد من الأصدقاء سيتبرع بإبلاغي بأنباء مغامراتك وانتصاراتك الغرامية وبأنني لن أشعر بالقرف والإشمئزاز عندما تتكرر هذه الأخبار باستمرار ومن أفواه أشخاص يدعون كذبا بأنهم مخلصون ومهتمون بمصلحتي؟ رباه، ماذا أسمع؟ وتعتقدين أن تصرفاتي هذه تخولك التصرف على نحو مماثل؟ أهذا ما تحاولين قوله؟ لا، قالتها بعصبية وإيجاز شديدين لفتا نظره وجعله يستدير لمواجهتها مرة أخرى، أما هي فتابعت قذف حممها باتجاهه. لا يا سيد جيك، أنا لست مثلك، أنا لست حيوانا يطلق لشهواته العنان ويستسلم لمطالب جسده محاولا تلبيتها كيفما كان بغض النظر عن الزمان أو المكان أو الشريك. وتعتبرين أنني أنا حيوان؟ احمر وجهها وقد حل الغضب محل الخجل والسخط محل اللياقة والهجوم محل الدفاع وقالت بلا اكتراث: الحقيقة يا جيك أنه لم يعد يهمني من أنت، ولكنني لا أرى أي مبرر لشكواك من تصرفاتي. وفيما يتعلق بي شخصيا فإن هذه الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت القشة التي تقسم ظهر البعير. إنني لا أجد سببا لأعزل نفسي عن أصدقائي لمجرد أنني متزوجة منك و... هل أنا مضطر لتذكيرك بأن من تسمينهم أصدقاء هجروك فور وقوع تلك الحادثة التي أودت بحياة والدك؟ وجهت إليه نظرة ثاقبة وقالت بضيق وانفعال: هذه ملاحظة تافهة ورخيصة. هز جيك كتفيه العارضين وهو يتأملها بتفحص وتمعن. كانت تلك المرة الأولى التي يراها عصبية المزاج وقادرة إلى حد ما من الدفاع عن نفسها ومواجهته بقوة وثقة بالنفس. ثم قال لها بدون أن يبعد نظراته عن عينيها: ولكنها ملاحظة صحيحة في أي حال، ماذا ستفعلين وبماذا ستعلقين عليها؟ ماذا ستقولين إزاء هذه الملاحظة القاسية والجافة؟ إنني إنسان غير مهذب، إنسان شبيه بذلك الوغد الوقح مانرينك. كيث رجل مهذب ويحسن التصرف. أوه، هذا ما تعتقدين؟ وما هو تفسيرك لكلمة مهذب يا ترى؟ هل الرجل السيد المهذب هو الذي لا يأكل حبوب الزيتون قبل أن يقطعها بالسكين؟ أو الذي يذهب إلى شاطئ البحر مرتديا سترة سوداء رسمية؟ أنت إنسان فج ووقح، أنا ذاهبة إلى النوم. هجم نحوها بخفة وسرعة وقال لها بعصبية ظاهرة: هل أنت ذاهبة حقا؟ لا يا صغيرتي، لن تذهبي قبل أن أسمح لك أو أطلب منك ذلك. رفعت رأسها ونظرت إليه وهي لا تصدق أذنيها:
أنت مجنون يا جيك، نحن الآن في أواخر القرن العشرين وأنت لست سجاني. لا، لا يمكن أن تفرض علي القيام بكل ما تريد في أي وقت تريد. ضم شفتيه بقوة وقال لها بسرعة وتهكم غاضب، لا يمكنني. ها، لو كنت مكانك لما عولت كثيرا على هذا الشعور. سارت هيلين نحو الباب ولكنها لاحظت أنه لا يحيد عن طريقها فقالت له، تشيك، هذا الحديث لا يعجبني على الإطلاق، وأتمنى لو أنه لم يبدأ أبدا. رد عليها جيك بحدة وسرعة، وأنا أيضا، ولكن هل لي أن أذكرك بأن غيابك عن البيت هذا المساء هو السبب؟ أنا متعبة جدا، هل بالإمكان بحث هذا الموضوع غدا صباحا؟ أعتقد أن حديث الصباح سيكون أفضل، هو أجدى لأننا سنكون أقل انفعالا وأكثر عقلانية. تطلعت هيلين بطريقة لا شعورية إلى الطاولة التي كان يجلس قربها، ولكنها ندمت على ذلك وقالت بسرعة، لا، هذا لا يعني شيئا. تضايقت جيك من تلك النظرة العفوية وقد فهم مغزاها والتهمة الصامتة التي كانت تحملها وقال، وهل تعتقدين أنني؟ أوف يا هيلين، هذا أمر لم يحدث من قبل. وإن قاطعته بتهذيب وهدوء، ولا أريده أن يحدث، والآن هل تسمح لي بالذهاب إلى الفراش؟ ابتعدت جيك عن الباب ولكن ملامحه القاسية والغاضبة لم تهدأ أو تنفرج، ثم سألها قبل أن تتحرك من مكانها، ألست مهتمة بما أحضرته لك من الولايات المتحدة؟ كنت دائما أعتقد أن هذا هو سبب زواجك مني، أن تحصلي على أكبر قدر من الفوائد المادية من هذه الحياة. نظرت إليه هيلين بقسوة وتقزز وشعرت أنها على وشك توجيه صفعة مؤلمة ومخزية إلى وجهه الساخر هو الحاقد، ولكنها لم تفعل شيئا سوى شد قبضتها والتطلع إليه باشمئزاز وهي تسرع بسرعة وانفعال إلى غرفتها.